وتنتمنى اللعابه ما ياخذوش هذه المقابله كتاهريه باش ما تاثرش عليهم. كتسالوا واحد الدين دابا بالنسبه مع الترجي التونسي راه بحال الفينال كما قال. هي مقابله صعيبه بزاف عاد، وبالاخص تتعرف داك الحساسيه اللي تتكون ما بين الوداد والترجي خاصه. وتنتمنى اللعابه ما ياخذوش هذه المقابله كتاهريه باش ما تاثرش عليهم، وان شاء الله ما يكون غير خير، يلعبوا الكره ديالهم اللي تيعرفوا، وان شاء الله ما يكون غير خير. النتيجه شنقول لك راه صعيبه، تعرف هذه المقابله ديال المغرب وتونس راه ديما تعادل 1-0 2-1 فهمتي، راه هادشي ما تيتعداش، وترى فاش تسمع 1-0 عندك يتعبك تبقى زعما نتيجه ممتازه. دونك نتمناو على الله واحد جوج ولا ثلاثه، واللي جاب الله مرحبا به، ولكن اهم حاجه هو نحاولوا ما يدخل يتمكن يعني حتى شي بيت، هذه اهم حاجه اللي نتمنى. ان شاء الله عنده واحد الحموله بعدا تاريخيه كما تنقولوا، كتسالوا واحد الدين دابا خصنا نرجعوا ان شاء الله، وغالبا اليوم ان شاء الله غادي نرجعوا ان شاء الله، و 3-0 ان شاء الله. مع الترجي التونسي راه بحال الفينال كما قال الاخ ابراهيم، كنرجعوا الدين ان شاء الله، غنحاولوا نرجعوا الدين. مربوحه ان شاء الله 3-0. كنظن بالنسبه للوداد البيضاوي المباراه اليوم ما خصهاش تخرج على النطاق ديالها الرياضي 100%، لان كنسمع بعض الاراء اللي عطاوها واحد الشحن شويه فات القياس. الناس كتهضر على انتقام، كتهضر على بزاف الامور، هي اليوم مباراه رياضيه في كره القدم، ما نفيوش بان كاين واحد الاحساس كنحسوا به بان خصنا نفوزوا باش نرجعوا غير الدين، ولكن ما غنوصفوش انا بانتقام. الانتقام غادي يكون رياضه، غنلعبوا وغادي نفوزوا، غيكون الاداء. حنا الحمد لله متفائلين بالفريق ديالنا حاليا، بدينا واحد البدايه اللي كانت نسبيا كنا كنشوفها متعطره، ولكن مع توالي المباريات في الفريق شخدا النسق ديالو التصاعدي. فريق الترجي كنعرفوا واخا ان عنده تغييرات كثيره في الفريق، ولكن كيبدا دائما لادين ديالو راه دائما الفريق ديال الفوز، هما حتى هما راه يشوفوا فينا نفس الشوفه. يكفي انهم يعرفوا بان راه السنه التاسعه التوالي حنا كنلعبوا الادوار النهائيه دائما في البطولات الافريقيه، وكنظن بان الوداد البيضاوي راه فرض السيطره ديالو على القاره الافريقيه، راه غير في التصريحات اللي كانوا كاع لي بلاطو د الباحث يقولوا راه كاين الوداد والاهلي اللي كطغى باضافه سان داوز. هادشي ما كيعنيش بان اللعبه خصهم يحطوا كيف كنقولوا لا تيت سور لي زيبول باش يلاه يعرفوا المستقبل اللي كيتسناه. وكنظن بان المقابل ما غاديش تخرج عن النطاق ديالها الرياضي، وكنتمناو دائما الفوز الوداد البيضاوي. كنتوقع بان النتيجه ما غاديش تكون واحد النتيجه كثيره، كنتوقع ما بين 1-2 لفائده الوداد البيضاوي، ومع العلم ان راه حتى 0-0 ماشي من نتيجه خايبه. راه بزاف الناس اللي كانوا كيعتقدوا، راه كان غير نفكرهم بان السنه اللي دازت مع سان داوز راه خرجنا بصفر اللي مثليه، وكان واحد العدد من الاخوان خرجوا شويه مقلقين، والنتيجه كانت ممتازه ليه، راه الضغط كيتحيد عليك ملي كتمشي للرتوه. الاهم في النتيجه هو من اونكيسيو شادوميسي، هذا هو المهم. وبالنسبه لنا اللقاء ديال اليوم فاكيد انه لقاء من نوع خاص، خصوصا بالنسبه للجمهور الودادي، لانه كنعرفوا هذا اللقاء كنا كنتسناو يعني كجماهير الوداد، لانه من 2019 ما بقاش عطانا هذه الفرصه ان نتلاقاو مع الترجي ونحاولوا نردوا ذاك الثار كرويا. احنا ما معروفش علينا ذاك الشيء ديال الكواليس وذاك الشيء ديال ذوك الاساليب اللي غير رياضيه. احنا دابا جات هذه الفرصه، وحنا صراحه يعني متحمسين، وكنتمناو اللعابه يعني اكيد كاين شي لعابه اللي ما عاشوش هذيك اللحظه، ولكن كاين باقي شي عناصر كنتمناو انهم يحسوا بينا في هذا الماتش ويعطيو 100%. واكيد الا كانت الوداد في لافورم ديالها والتركيز مع الدعم ديال الجماهير فاكيد غتكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله. التوقع ديالي 2-0 الوداد ان شاء الله.